بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي مرحبا بكم فيديو جديد معي. نتمنى ان شاء الله ان يلقاكم بخير وعلى خير بأتم الصحة والعافية ان شاء الله. اول حاجة نبدأ بها لفيديو تاع اليوم اني نسلم عليكم كاع انتم، خصوصا اللي انضموا معنا جدد والاخوات اللي كانوا ديما مساندينين. نقول لكم بارك الله فيكم وتحية كبيرة 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 لأصغر مشاهدة وفية للقناة هي ميس. تحياتي لك يا حبيبتي ميس، وربي يحفظك ان شاء الله ويكبرك على الطاعة ان شاء الله. مهم اخواتي، اليوم كما شفتوا معايا الفيديو تاع اليوم رويح القهوه راهي تنفنف اللهم بارك. غادي نشارك معكم قهوه عربي ولا قهوه عرب ولا قهوه مخلطه ان شاء الله، ولا قهوه معطره كيما تسميتوها، كل منطقه كيفاش تسميها. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم القهوه كيفاش غادي نديروا نحمصوها ونوجدوها، ونفس الشيء بالنسبه للتوابل تاع القهوه بحول الله تعالى. التوابل دوكا غادي نقول لكم علاه وكيفاه وشاي الحاجه اللي نضيفوها والحاجه اللي نقلعوها، والقهوه كذلك غادي نعطيكم نصائح. بقاو معايا للاخر، ما تنساوش تخلوا لي داك اللايك من فضلكم، لايك وبقاو معايا في الفيديو. بالنسبه للتوابل كما كنتوا تشوفوا عندي هنايا كبابه وفلفل كحل مخلطين. هادو التوابل كلشي قيس 5000، تروحوا للعشاب تجيبوا قيس 5000 5000 5000 من كل حاجه. بالنسبه لحب الكحله ولا فلفل كحل ولا فلفل هكا حب كعب كما يقولوا تاع الشرق، تجيبوا غير شويه غير حبيبات. كبابات كيف كيف يعني، غادي تحكم 5000 غير شويه شويه، 5000 عواد تاع القرفه، نفس الشيء بالنسبه للقرنفل، نفس الشيء بالنسبه للهيل، نفس الشيء بالنسبه لعرق السوس ونجمه الارض ولا اليانسون. عندنا سكين جبير، سكين جبير هنا اضافه، بغيتو ديروه بغيتو تقلعوه كاع من الوصفه قلعوه، ما غاديش يدير فرق كبير. دوك نقول لكم على انا درته. كذلك عندي الخنجلان، خنجلان هو المكون الاساسي وضروري يكون في هاد القهوه معطره. بالنسبه اخواتي للاضافات ولا الاساسيات، كل واحد شي يبغي يدير. قشور تشينه نفس الشيء، كاين اللي يديروه كاين ما يديروهش، وغادي نقول لكم عليه. هنا اخواتي بالنسبه كاين بلايص يديروا فقط يكتفوا غير بالخنجلان، كاين بلايص يديروا خنجلان قنفل وفلفل كحل، ولا كاين اللي يديروا خنجلان قرفه وفلفل كحل، كاين اللي يديروا عرق السوس، كاين اللي يديروا نجمه الارض، كاين اللي يديروا مهم اضافات على حسبكم. كاين هنا في الشرق اخواتي يديروا شويه شويه، كاين اللي يدير هادو التوابل، كاين اللي ما يديرش كاع، يدير غير القهوه ويدير معها شويه قشور تاع تشينه ويكتفي فقط. كاين اللي يخلطوا القهوه مع الحمص، يقلوا قهوه يقلوا حمص ويزيدوا يحطوا لهم قشور تشينه ويطحنوا كل شيء ويقولوا لها قهوه عربي. وكاين اللي يديروا كما قلت لكم انا مجموعه من التوابل كما انا غادي نشاركهم معكم، يجوا اكثر من رائعين. هذا الخليط غادي يجيكم بزاف بزاف شباب، وفيه فايده كبيره بزاف، خصوصا الاخوات اللي يديروا السبور عندهم مثلا يبغوا يحرقوا. هذا القهوه راهي ما شاء الله تقعد الراس من السماء معطره، وكذلك حارقه للدهون، يعني تعطيكم طاقه وزيد تعاونكم في حرق الدهون. نفس الشيء بالنسبه للقهوه اخواتي، انا نخلط زوج انواع تاع القهوه، قهوه ندير ارابيكا وندير روبوستا، زوج انواع تاع القهوه ما نديرش نوع واحد، لانه البنه كي ديروا نوع واحد ما تجيكمش حتى تلتم. بعد لي صهدت المكونات تاعي شويه على الحموان، حكمتهم رحيتهم كيما شفتوا، خلطتهم ورحيتهم. سكن جبير قلت لكم تبغوا ديروه تبغوا تقلعوه اختياري، رحيت كاع المكونات تاعي كيما كنت تشوفوا، غربلتهم وجدت الدق تاعي، هذا يقولوا له الدق ولا يقولوا لها العطور ولا كذا. من نفس الوقت انا كنت ديجا غسلت القهوه تاعي، يعني هذا كريبه ما خلطت لكمش لا فيديو، قسمتها على زوج، الجزء تاع الاعشاب اللي كنت طحنتهم وغربلتهم كيما شفتوا، استعنت فقط بالمطحنه الكهربائيه المنزليه. نتوما بغيتوا تدوم العشاب ولا العطار يطحنهم لكم، لكم حريه الاختيار. القهوه اخواتي انا ندير زوج انواع، ندير روبوستا وندير ارابيكا، زوج انواع تشرو شويه شويه، 25 25 ولا 50 50 على حسابكم نتوما، رطل رطل كيلو كيلو. مهم خلطوا زوج انواع تجيكم خير وخير، خير ملي ديروا قهوه وحدها، يا الارابيكا وحدها يا قهوه بيضاء وحدها على حسبكم. وخيروا انواع جيده، راه كاين بزاف انواع تاع القهوه وتختلف كل واحد والذوق تاعه. هنا اخواتي القهوه تاعي نحكمها نغسلها، ضروري تغسلوها زوج مرات ثلاثه، مع الاول الماء الاول غادي يجيكم مسخ، الماء الزاوج يجي شوي شوي لانه غادي تلقوا فيها هذاك الشعر تاع الخيشه، لانه كيما شفتوا القهوه تجي في شكاير الخيشه دوك الكبار، يبقى فيها هذاك الشعر، فيها الغبره فيها كذا. حاولوا انكم تغسلوها مره وزوج وثلاثه تتخلصوا من كاع الشوائب، صفوها ومن بعد حطوها في غربال وخلوها تنشف، فركتوها كيما هاك وعرضوها للهواء ولا حطوها في شميسه تنشف. كيما سبق لي قلت لكم اخواتي
انا ندير زوج انواع تاع القهوه، ندير الارابيكا وندير روبوستا. مثلا شريت كيلو، نقول لها دير لي رطل هاك ورطل هاك، وعلى حسب يعني فيهم انواع بزاف وفيهم احجام بزاف وفيهم كذا، يعني كاين اللي يدير القهوه يقولوا لها القهوه البيضاء، كاين اللي يدير القهوه الخضراء، يعني كل واحد وكيفاه القهوه اللي يبغيها. هنا بالنسبه للقهوه تاعي بعد اللي غسلتها غايه الغايه كما كتشوفوا، حطيتها في الغربال وخليتها تتشمس، يعني بقات لي نهار كامل وهي في الشمس حتى الغدوة من ذاك باه اطحنتها. التوابل اخواتي قلت لكم كاين اللي يبغي يقلع توابل، يبغي يضيفهم نتوما على حسبكم. وهذه القهوه اخواتي تصلح كاع الناس ما عدا المراه الحامل. المراه الحامل ما تشربهاش لانه تعطيها الحمام بزاف، وسا ديبون يعني بعيد الشر عليها ولا تسقط البيبي، فما ننصحوش بها. انما المراه النافس، المراه اللي نافسه ولا المراه الحائض ولا الاخر، هذه مليحه لهم بزاف يعني ما شاء الله. وكذلك تقعد الراس، واحد اللي عندها هكا وجع في راسها ولا وجع في كرشها ولا، تشرب هذه القهوه ما شاء الله ما شاء الله. تبغي ديريها مخلطه، تبغي ديريها في البراد، تبغي ديريها كيما بغيتو، على قهوه بريس تحطي غير داك الخليط تاع التوابل كيما بغيتي. المهم انا درتها لكم على قانيها القهوه من الاول للتالي، ملي جبت الحب تاع القهوه وغسلته ونشرته. راكو تشوفوا دوكا راني قاعده نقلي فيه، هي الافضل انكم تقلوه في الحراق. انا ما عنديش الحراق، هذيك القلايه اللي تدور هكا تجي كيما القوطي وتقعدوا تدوروا فيها، عندها يد تدور منها فوق الريشو، هذيك تتحمص علي تشرع القهوه تاعكم، تجي اكثر من رائعه. في المقله نصيحتي لكم استخدموا واحد المقله اللي تكون من الافضل، ما كوش مطيبين فيها من قبل. الا كنتم مطيبين فيها من قبل لكانت اينوكس ريحه تنحى بالخوف، غسلوها غايه الغايه وديروا فيها وقلبوا قلبوا، بقاو غير تخلطوا وتقلبوا على نار متوسطه، والقهوه تاعكم ما تحرقوهاش، ما ديروهاش كاع كحله كحله، وبداو منين داك رفدوا المقله، رفدوها على النار وقلعوا الدخان من القهوه تاعكم، خلوا حتى يطفى لها الدخان، يعني يروح كاع منها الدخان عاده باش ترجعوها فوق النار، وهكذا وهكذا حتى تكملوا تقلوا القهوه تاعكم. حطوها ثاني في السيار هذاك في الغربال حتى تبرد باش ما تعرقش على بعضها. القهوه من تقلوها تحسوها باللي تزيتت، كي تشوفوها تزيتت مع الاول تبدا تطرطق وتطلق القشور، نفضوا هذوك القشور، بقاو تقلو تنسفوا عليها ولا تروحوا عليها حتى يروحوا كاع دوك القشور. من بعد تشوفوها بدات هكا تزيت، تطلق واحد الزيت تاعها، تما عرفوها باللي سي بون راهي تحمصت. ما تخلوهاش تكحال بزاف، خلوها في اللون البني، وخروها في الغربال حتى تبرد وبداو ترحوا فيها. انا ديما قلت لكم الرحيوه تاعي نرحي فيها هذيك، ما شاء الله تخرج لي القهوة نيشان. رحيت رطل اخواتي تاع القهوه وخليت رطل اخر حب كيما هو، درته في بلاره ودسيته. نفس الشيء بالنسبه للقهوه اللي طحنتها، يا لا هذا النص تاع القهوه تاعي كيما كتشوفوا طحنته. عندي كذلك الدق تاعي ولا الخلطه تاع الاعشاب اللي درتها تاع القهوه، العطورات تاع القهوه حطيتهم كذلك في بلاره صغيره، وغادي نوجد انا وياكم قهوه مخلطه. الله الله، درتها في الجزوه اخواتي، نتوما بغيتوا ديروها في البراد ديروا في البراد، ولا غير في الطاوه هكا ديروها تخرج لكم ما شاء الله، حتى في الكاسرول تخرج مليحه. هنا حكمت الجزوه تاعي، درت فيها العبار تاع الفنجال، هذاك الفنجال اللي درته عبرت به، كل فنجال عليه مغرف صغيره تاع القهوه، بومبي عمروها غايه الغايه القهوه. شوفوا القهوه تاعي جات اكثر من رائعه. نحط الماء بارد ونبدا نحط في القهوه تاعي ونخلطها، كنخلطها خلط، ومن بعد ننقص للنار، يعني الاولى النار تكون مرتفعه ومن بعد ننقص للنار وين نخليها تغلي وتطيب في غرض غرضها. قهوه تاعي ما نزربهاش في الطياب باش تطلق لي كاع المكونات اللي فيها وتجيني مليحه. هنا بغيتوا نتوما اللي تبغوا السكر حطوا السكر من الان، قهوة مخلطة يندار لها السكر من الآن. لا عندكم سكر القالب خير وخير اللهم بارك، ما عندكم سكر القالب ديروا الحجرة، ما عندكمش الحجرة ديروا السكر العادي عادي جدا. هاي على قهوة تاعي منين داك ننفضها أخوات، انفضوها يعني ضربوها هكا فوق الحديدة باش تهود التلوة تحتها وتطلع لكم القهوة. اللي تبغي الرغوة كيما أنا تخونها، تقلع الرغوة من الآن، تقلع ديك المغرف تاع الرغوة من الفوق تحطها في الفنجال وتخلي القهوة تاعها تغلي، لأنه هذه الرغوة من بعد كي تغلي القهوة بزاف تروح تنحيكم الرغوة. أنا اليوم هنا نسيت ما ديتش الرغوة حتى فاتتني. مهم أخوات هايا لنقص للنار ومن بعد طفيت لها تماما ونخلي القهوة تاعي تغلي فقط على الحمان تاع هذيك الحديدة. منين داك نخبطها هكا فوق الحديدة باش تهود لي التلوى تحت وتطلع لي القهوة الفوق، نكبها في الفنيجيل تاعي، وقبل ما تطفوا عليها حطوا لها المغيرفة الصغيرة تاع ولا على راس الملعقة الصغيرة تاع هذاك
العطورات اللي درناهم، يعني هادوك التوابل انا ما بغيتش نخلطهم، اللي يبغوها يحطوها من الاول، كاين اللي ما يبغيش خلوها له في البلاره يحط في فنجاله ولا ما يحطش، انما قهوه مخلطه ضروري تتخلط معها هذيك التوابل باش تجي اكثر من رائعه. بغيتوا تحطوا لها قطرات تاع المزهر في الاخير كيما بغيتوا، بغيتوا تخلوها غير كيما هكا، انا بالنسبه ليا التوابل هادو كافيين. وبما انه انا خواتي نبغي ننشط ونبغي كذلك حاجه اللي تعاونني في حرق الدهون، فاكيد هاد التوابل يعاونوني بزاف، خصوصا اذا ضفتوا لهم هذاك السكنجبير. اخواتي اللي يديروا الرياضه ننصحكم تحطوا شويه سكنجبير معاها، تعاونكم خير وخير. اللي ما يبغوش سكنجبير ما يضيفوهش هكا ويكفي. كان هذا فيديو اليوم، كانت هذه قهوتي اللي شاركتها معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله تشربوها بالصحه والستر. رمضان يدخل علينا وعليكم بالصحه والستر، اللهم بلغنا اياه، لا فاقدين ولا مفقودين. تحياتي للجميع، احبكم في الله، والسلام عليكم.